السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني اللي معي هني وأخواني وأخواتي اللي خلف الشاشات. ننصح ونبقى نشحذ الهمم إن شاء الله أن نكمل الوقف إن شاء الله بأقرب فرصة ممكنة، لأن عل وعسى وهذا الشيء نحن نتمناه أن يكون في وقف ثالث إن شاء الله. نتمنى من الله، لأن الشيء دائم اللي فيه خير ما ودك يوقف نهائيا. وما دام الحمد لله مسألة بسيطة وما علينا سواء نتبرع بشيء مما أعطانا الله أو أن نتكلم بلسان الله أعطانا طلاقته وفصاحته لهذا الشيء في التذكير أو في النشر أو في من هالأمور، فالإنسان يسعى إلى جميع السبر اللي يقدر عليها، اللي يقدر ماديا، اللي يقدر في النشر، اللي يقدر في التذكير. فجزاكم الله خير، هذه رسالة وأتمنى إن شاء الله تكون وصلت. آمين إن شاء الله.